السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلم جيدا أنكم متحمسون لكي تعرفوا ما هو هذا البرنامج، ولكن دعوني أولا أن أعطي بعض النقاط. نعم، نحن نتفق وأن برنامج أنترن داونلود مانجر هو أفضل برنامج في التحميل. طبعا وجدت العديد من البرامج المجانية والتي تدعي منافسة الأنترنت داونلود مانجر، ولكن في الحقيقة عندما نتحدث عن منافسة يجب على الأقل أن تكون هذه البرامج لها نفس ميزات وخصائص انترنت داونلود مانجر. طبعا هذا البرنامج الذي سنتحدث عنه اليوم هو له نفس خصائص شبيه بانترنت داونلود مانجر، اللهم انه مجاني، وهذا هو الفارق، وهنا تشكل المنافسة بين برنامج ايجل جيت وبين برنامج انترنت داونلود مانجر. دعونا قبل التحميل ان نشاهد بعض الخصائص هذا البرنامج. اولا، هذا البرنامج هو يدعم جميع البروتوكولات مثله مثل انترنت داونلود مانجر، HTTP HTTPS FTP MMS RTSP الى غير ذلك. كذلك انه يدعم جميع المتصفحات، يعني من انترنت اكسبلورر الى اوبرا. كذلك ان الجميل في البرنامج، وكما قلت لكم انه منافس، انه يستخدم نفس تكنولوجيا انترنت داونلود مانجر از باي يوزينج مالتي تريد تكنولوجي، يعني نفس انترنت داونلود مانجر في التحميل. طبعا برنامج eaglegate.com يمكنك تحميله من او ايجل جيت يمكنك تحميله من الرابط www.eaglegate.com. تنقر على داونلود، تنقر على داونلود، تنقر مره اخرى على فري داونلود، ثم تحمل البرنامج. اذا بعد تحميل البرنامج قم بتثبيته. بعد تثبيت البرنامج، اذا هذا هو البرنامج، نذهب الى اعدادات البرنامج لكي نتقرب منه اكثر، ولكي يثبت لكم ان البرنامج هو شبيه بانترنت داونلود مانجر. فاولا بالنسبه لل في الكونكشن، كما تلاحظ معي يمكنك تقسيم عدد مرات الملفات او نمبر تيت، يعني يمكنك تقسيم عدد الملفات التي تريد تحميلها، يمكنك تحديد سرعه التحميل ومثله مثل انترنت داونلود مانجر. كذلك بالنسبه ل مونيتورين مثله مثل انترنت داونلود مانجر، يمكنك تحديد الملفات التي تريد ان يتعرف عليها البرنامج تلقائيا ويقوم بتحميلها. كما تلاحظ معي اكزي زيب رارتر ام بي 3 ام بي 4 3 جي بي كانترنت داونلود مانجر. كذلك الجميل في البرنامج انه يمكنك تحميل الفيديوهات مثل انترنت داونلود مانجر. عندما تدخل على يوتيوب او دايلي موشن، يعني اي برنامج او اي موقع للفيديو، ستظهر أيقونة تحميل الفيديوهات، يمكنك ذلك أن تجربه بنفسك. الآن ننتقل إلى سرعة التحميل. سأحاول على سبيل المثال تحميل أنتي فاير، تحميل برنامج لكي نشاهد سرعة التحميل. إذن Avast Free Antivirus، أوكي، أقوم بتحميل مثلا أنتي فايرز ونشاهد سرعة التحميل. أنا سأحمل أي برنامج اعتباطيا من أجل مراقبة سرعة التحميل واكتشاف يعني قوة هذا البرنامج. لاحظ معي اولا انبثاق نافذة التحميل مثله مثل الانترنت داونلود مانجر. اذا سانقر على داونلود ثم نقوم بملاحظة سرعة التحميل. لاحظ معي سرعة التحميل، لاحظ معي اخي سرعة اكثر من رائعة. كما لاحظت معي بأم عينك هذا البرنامج برنامج قوي، وأنصحك بشدة أن تقوم بتجربته. وقل وداعا لأنترنت داونلود مانجر، قل وداعا لبرامج التفعيل سيريال وكل هذا الأمر، كل هذا أصبح من الماضي. ومرحبا بك في عصر السرعة والمجانيات مع إيجل جيت. كنت سعيد جدا أن أكون معكم في حلقة اليوم. إذا أعجبك موضوع حلقة اليوم لا تنسى أن تنقر على لايك، ثم كذلك إذا كانت هذه أول متابعة لك لحلقة رغيف أمين لا تنسى أن تشترك بقناتي على اليوتيوب عن طريق النقر على زر سبسكرايب والانضمام إلى أزيد من 198 ألف مشترك. يمكنك كذلك الانضمام إلى صفحتنا في فيسبوك facebook.com/shui-professional. أضخم صفحة يعني تجمع جميع مهوسي المعلومات. يمكنك كذلك الالتحاق بمدونتنا عن المتعرف فقط على www.tishriprofessional.com أو الالتحاق برابط المختصر من مدونة www.tishri.info. كنت سعيد جدا بأن ألتقي بكم في هذه الحلقة. أراكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاحظ معي هذه السرعة، لاحظ معي هذه السرعة، يا سلام.